السلام عليكم. نكمل حل كتاب المواصل للصف الثالث الإعدادي الترم الثاني صفحة 32. المحادثة: هلو عمر، أهلا يا عمر، هاو ار يو، كيف حالك؟ هيقول له هاي مازن، ويرد على هاو ار يو، يبقى أي أم فاين، أنا بخير. في حاجات تانية زي مثلا نو باد، ليس سيء، أي أم جود، أنا جاي. Our English lesson yesterday was great. الدرس بتاعنا الانجليزي امبارح كان عظيم. وبعد كده ساله سؤال قال له يس اي اجري ويز يو، نعم انا اتفق معاك. يبقى دو يو اجري او دي او دو يو اجري احسن، دو يو اجري ويز مي، هل تتفق معي؟ دو يو اجري ويز مي، هل تتفق معي؟ قال اي اجري ويز يو، نعم انا اتفق معك. ليت مي اسك يو ا سمبل كويستشن اباوت ات، دي ممكن اسالك سؤال سهل او بسيط عن ذلك. قال له حاجة يبقى موافق مثلا، يقول له شور بالتأكيد، ممكن يقول له اوكي حسنا، ممكن يقول له جو اهيد اتفضل او استمر، جو اون استمر، دي كلها حاجات تنفع. سأله سؤال تاني قال له about 14 million tourists visit Egypt every year. 14 مليون يعني 14، 14 مليون سائح بيزور مصر. طالما رقم يبقى اسأل بهاو ميني، يبقى هاو ميني، هاو ميني بجيب بعديها الاسم اللي موجود بيكون جمع اللي هو تورستس، يبقى تورستس، يبقى هاو ميني تورستس، هاو ميني تورستس دو، هاو ميني تورستس دو فيزيت ايجيبت افري يير، كم عدد السائحين اللي بيزوروا مصر كل يوم؟ كل يوم ايه، كل سنة، حوالي 14 مليون. What places do they like to visit in Egypt؟ ايه هي الاماكن اللي بيحبوا يزوروها في مصر؟ That's right، عندك حق. They are very fantastic، نعم هم رائعين. اختار اي حاجة بقى، بس ايه هي بيراميدز احسن، بيراميدز، يبقى the pyramids، الاهرامات. ممكن اقول the pyramids، they are fantastic. قال له That's right، عندك حق. They are very fantastic، يعني ممكن اقول برضو نفس الجملة دي اللي فوقها. تمام، يبقى the pyramids they are very fantastic. بعد كده أسئلة الاختيارات، السؤال الأول Alexandria is the coastal city، is the synonym of coastal. مرادف كلمة coastal أو الكلمة اللي بتساويها هي كلمة إيه؟ هي كلمة seaside اللي هي جانب من البحر، إنما seasick دي معناها دوار البحر. السؤال الثاني or an نقاط in an area in the desert where you can find water، هي مساحة في الصحراء تقدر من خلالها تاخد المية، يبقى oasis اللي هي الواحد. السؤال الثالث to form the adjective from the word nation we add the suffix، suffix على نهاية الكلمة عايز أخليها nation، يبقى nation قصدي، يبقى national، national اللي هي بمعنى قومي، يبقى أحط لها al، يبقى الإجابة نمبر A. السؤال الرابع، this lake is bright، هذه البحيرة صافية، the antonym of the word bright، bright اللي هي صافي، يبقى ملوثة، يبقى polluted، الإجابة نمبر B. بعد كده السؤال الخامس، we add the perfect نقاط to mean to do the verb again، معناها ان احنا هنعيد مرة تانية بنحط read اللي هي الإجابة نمبر دي، زي مثلا read يعني يقرأ، يبقى reread يعيد القراءة، write يعني يكتب، يبقى rewrite يعيد الكتابة، معناها again مرة تانية. بعد كده السؤال السادس، this shop only sells magazines، it is a هتبقى news agent اللي هي بائع الجرائد أو الصحف. بعد كده سرد التصحيح، some sandwiches جامع هيت make، يبقى ديت every morning for me، يبقى بعض السندوتشات بتعمل ليا او بتم تجهيزها ليا كل صباح، يبقى هنا مضارع بسيط، وساندوتشز هنا جمع يبقى are، وبعدين التصريف الثالث اللي هي make تبقى made، يبقى are made مبني للمجهول في المضارع البسيط. السؤال الثاني، Egypt visit every year by millions of tourists، يبقى هنا Egypt مفرد هتاخد is، وفيزيت في التصريف الثالث تبقى visited، تبقى هنا تاني is visited، يتم زيارة مصر من ملايين السياح كل عام. السؤال الثالث، my grandfather's house، يبقى اللي هو منزل جدي، surrounded by some beautiful fields، يبقى هنا مفرد house يبقى is، و surround تبقى surrounded by، محاط بيه. السؤال الرابع، my cousin call محمد، يبقى my cousin مفرد يبقى ياخد is، وكل في التصريف الثالث تبقى called، يدعى او يسمى.
ماي روم sometimes clean يبقى ماي روم مفرد تبقى is، بعدين sometimes تنزل يبقى sometimes، clean تبقى cleaned، التصريف السالس من كلمة.